حكاية النهاردة حكاية ليها بداية وملهاش نهاية. حكاية التطور اللي كلنا فرحنا بيه، تليفونات حديثة، سوشيال ميديا، انترنت سريع، تواصل مع الناس، برامج مجانية وبدون أي تمن. كل ما يظهر برنامج اتصال بسرعة ننزل التطبيق ونجربه ونتصل من بلد لبلد ونقول افتح الكاميرا عشان أشوفك، تفتح الكاميرا، إيه رأيك؟ الصورة حلوة؟ جميلة كأنك قاعد معايا. طيب في برنامج تاني بيقولوا عليه اقوى، ما تيجي نجربه، وماله تعالى. حد فينا ما معهوش تليفون محمول حديث؟ المخرج بيقول لي انا. حد فينا ما جابش لابنه ولا بنته تليفون او اي وسيله حديثه زي اللابتوب والايباد بكاميرا او بكاميرتين؟ حد فينا ما بيستخدمش تليفونه وهو بياكل او حتى داخل غرفه نومه؟ اسمع يا أيها الإنسان، هذا التليفون الذي بين يديك يبث كل حركاتك، سكناتك، علاقاتك، حتى بزوجتك في غرفة نومك. البث حي، صوت وصورة، ابتسم، أنت مراقب. 2.5 مليار صورة بيتم التقاطهم وحفظهم عبر الإنترنت، كل صورك محفوظة عندهم. هي دي الحكاية. بس إيه الحل؟ تفتكر في حل؟ احترس من تليفونك المحمول. هنعرف حكاية التجسس علينا وإزاي نحمي نفسنا، بس تابع. الإعلام كان زمان جريدة وإذاعة، والاتنين كانوا وسائل نقل معلومة من الآخر ليك. أما اليوم التلفزيون والتليفون وسائل نقل المعلومات عنك وعن حياتك وخصوصياتك للغير. يا ترى مين الغير ده؟ عاوز يعرف عنك ايه؟ وانت بتديله الفرصة دي ليه؟ التجسس والتنصت وتسجيل المكالمات كان بيتم في بلادنا من زمان، من وقت ما اصبح العسكر ايديهم تقيلة في حكم البلاد، ولانهم عاوزين يسيطروا يبقى لازم الناس يتعرف عنهم تفاصيل حياتهم كل حاجة. كانت الامكانات التكنولوجية مش كبيرة، فكان المخبر هو الوسيلة المستخدمة في مراقبة المواطن. لكن وبعد ما أصبح في إيد كل مواطن تليفون بمايك وكاميرتين، اتحولت حكومتنا إلى المراقبة والتجسس الأكثر تطوراً. بس تقدر المخابرات تتابع وتراقب وتتجسس على كل المواطنين؟ وهل تقدر كل دول العالم التجسس على كل مواطنيها؟ تفتكر التجسس صعب على المواطن وتحديدا في بلاد الديمقراطية وحرية الفرد زي أمريكا؟ كان زمان وجبر. بعد أحداث 11 سبتمبر أصدرت أمريكا عدة قوانين لمراقبة المواطنين، فسنت قانون باتريوت اللي سلب الأمريكان حريتهم من خلال التنصت على مكالماتهم ورسائلهم الإلكترونية. اتحول مفهوم التجسس على المواطن في أمريكا إلى رادع أمني وإجراءات أمنية وليس انتهاك للخصوصية، والشعب الأمريكاني هو نفسه أصبح عنده قابلية للمراقبة لأنهم زرعوا فيه الخوف. طيب ده بيحصل في أمريكا أم الحريات، أمال في بلادنا حرية المواطن اللي فيها ملهاش وجود، بيحصل فيها ايه؟ مكتب التحقيقات الامريكية FBI طلب وبشكل رسمي من شركات تصنيع التليفونات وشركات مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وجوجل وياهو تزودهم ببيانات المستخدمين، ايوه، طلب منهم مشاركتهم التجسس على المواطنين العاديين اللي بيستخدموا تليفوناتهم وبرامجهم ومواقعهم. فين؟ في أمريكا بس؟ لا، في العالم كله. في العالم كله. انتبه، أنت مراقب. ايفون اكبر شركة في العالم ضغطت عليها FBI عشان تاخد منها معلومات عملائها. صرخت الايفون، استنجدت بالناس يساعدوها لانها رفضت تزود الحكومة الامريكية بتفاصيل وبيانات
ومعلومات المواطنين والعملاء في كل بلاد العالم. ولو ده حصل يبقى معناه كل مستخدم لايفون ومعلوماته ورسائله واتصالاته وصوره، الصور والمكالمات المرئية الفيديو كله في التو واللحظة عند الاف بي اي في امريكا. لكن ايفون رفضت، رفض تيم كوك المدير التنفيذي تنفيذ اوامر حكومته ورفض ضغط الاف بي اي. لكن هل هتسكت الحكومة الامريكية، هتستسلم؟ لا، ممكن يكون عندها طرق تانية. وهل تعاونت شركات غير أبل مع الحكومة الأمريكية وكشفت بيانات عملائها المتعاملين معها؟بكل بساطة، خانت ياهو عملائها، سلمت بياناتهم للحكومة الأمريكية، تعاونت مع المخابرات المركزية. أصبح كل كلمة بتكتبها في إيميلك الياهو، لو كان لسه عندك إيميل ياهو، فهو في إيد المخابرات الأمريكية في التو واللحظة. لكن إيه أخبار المواقع الأكثر انتشار زي تويتر والفيسبوك اللي كلنا بنتعامل معاها ويمكن بنفتحها ونشوفها أكتر ما بنشوف عيالنا؟ الفيسبوك وفي نهاية 2018 أعلن أنه تم اختراق أمني لخمسين مليون حساب على موقع الفيسبوك، والاختراق تم من خلال ثغرة في التشفير. مين اللي اخترق؟ ليه؟ وهل هي جهة أمنية ولا مجرد هاكرز؟ الفيسبوك بمجرد إعلانه عن هذا الاختراق خسر 25 مليار دولار من قيمة أسهمه. لكن الفيسبوك نفسه يعاني من مرض العنصرية في إدارته العليا، ورغم أنه نجح كموقع تواصل اجتماعي حر إلا أنه يضار ويتم التأثير على إدارته من خلال أيادي صهيونية. إزاي وليه؟ في خاصية التحقق من السلامة، وهي الخاصية اللي بتتوفر للمستخدم وبتوفر له عنصر أمان ويبقى صعب الاختراق. الخاصية بدأت في أمريكا وتأخرت هذه الخاصية في الانتقال لباقي بلاد العالم. ليه؟ لأن الفيسبوك ببساطة كان بينظر بعنصرية المستخدمي باقي دول العالم، وكان يرى أن الأمريكي هو الأحق بالحماية الكاملة. لكن وبعد وقوع حوادث وتم القبض على ناس كتير، بدأ الفيسبوك ينقل الخاصية لبلاد تانية غير أمريكا. إيه هي خاصية السلامة اللي على الفيسبوك اللي تأخر مارك في نقلها لبلادنا؟ إذا وقع حادث كبير بيفعل الفيسبوك خاصية السلامة، وهي إنك ترسل رسالة للأشخاص اللي بتعرفهم في المكان اللي حصل فيه الكوارث أو الأعمال الخطيرة. برضو لازم الفيس يفعلها وهم يردوا عليك بالضغط على زر واحد نحن في أمان، وتقدر تطمن عليهم. هذه الخاصية فعلها مارك في أمريكا فقط، لكن وبعد وقوع حادث في باريس فعلها في فرنسا، وحادث في بروكسل فعلها في بلجيكا. أما في بلادنا فكان تفعيل الخاصية متأخر جدا، وفي أماكن زي المدينة المنورة لم تفعل أصلا هذه الخاصية حتى اليوم. مارك لم يفعلها. الفيسبوك مفيش شك أنه عنصري وأنه مستخدم. وجرب حضرتك تكتب على صفحتك وتذكر فيها الكيان الصهيوني بأي لفظ مخالف، هتلاقي صفحتك تم حظرها فورا. مين بيدير الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط؟ مين بيحافظ على أمن إسرائيل على السوشيال ميديا غير إسرائيل نفسها؟ اللي بيعمل كده المسؤول عن إدارة الفيس في منطقتنا، وده موجود فين؟ في أبو ظبي العربية المسلمة الحريصة على سلامة إسرائيل. ليه؟ ده اللي هنعرفه.
هنعرف جزء منه في الحلقة بتاعت النهاردة. خليك معانا، تابع، افهم، بس وانت بتفهم اعرف انك مراقب، وان كل حركاتك منقولة بالبث المباشر، وان الشركات اللي بتتحكم في ده شركات إسرائيلية على رأسها شركة ماي سيستم، بتبيع هذه الشركات الإسرائيلية حسب تقرير لصحيفة يدعوت إحرانوت برامج خبيثة فيها فيروسات اللي ممكن من خلالها تقدر وكالات المخابرات تخترق أجهزة التليفون الذكية المحمولة وكمبيوترات وكاميرات وتلفزيونات تي في سمارت. ممكن يحصل ده؟ ممكن. المهم تكون هذه الأجهزة متصلة بالإنترنت حتى إن كانت مغلقة مقفولة. إزاي؟ إزاي وهي مقفولة؟ أي جهاز متصل بالكهرباء أو في بطارية فهو جهاز ما زال يعمل، والتحكم في صورته وصوته أمر مؤكد، وهو ده اللي بتعمله المخابرات. يعني التليفون ده في اللحظة دي يقدروا يخترقوه وينقلوا كل اللي أنا بقوله. طيب يحصلوا عليه من تليفونك إذا تم اختراقه حتى وإن كان مغلق؟ هيجاوب على السؤال ده، سؤال هل ممكن يتم هذا الاختراق وتليفوننا مغلق، هيجاوب عليه خبير التكنولوجيا والإنترنت والاتصالات. خليك معانا، لسه الأسئلة كتير، الخطورة كبيرة والحذر واجب. ما كنا عايشين من غير محمول والدنيا كانت زي الفل؟ تفتكروا انتشار التليفونات الذكية نقمة ولا نعمة؟ هل اختراق خصوصية الناس العادية في هذه الأيام كان يخطر على بال الجن والعفاريت؟ كم من الناس بيستخدموا التليفون المحمول الآن على وجه الأرض؟ حسب الإحصائيات نصف سكان الأرض، ومستهدف وصول هذا التليفون خلال سنة واحدة باقية، يعني في نهاية 2020، إلى باقي سكان الأرض. إزاي وبكام؟ مش مهم، المهم يوصل لكل سكان الأرض عشان السيطرة على الجميع تتم. حكومة بتدير العالم وبتدير أجهزة مخابراته تقدر تتجسس على الجميع. احذر تليفونك، واحذر كاميرا تليفونك، واحذر يكون معاك في مكان خاص بيك، أوضة نوم مع مراتك مع عيالك. حافظ على خصوصيتك لو تقدر، حافظ. طيب وتلفزيون الحديث اللي اسمه سمارت اللي بيشتغل تاتش، هو كمان أحد أدوات السيطرة والتجسس على اللي موجودين في الغرفة اللي موجود فيها التلفزيون حتى وإن كان مغلق، صوت وصورة والبث مباشر يا سيد. وكليكس سربت وكشفت وفضحت المخابرات الأمريكية والسعودية والإماراتية والمصرية وكمان السودانية والروسية، وأثبتت التسريبات إنهم من أكثر الدول اللي اخترقت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات والمراسلة. الويكيليكس لما سربت معلومات اختراق السي اي اي للأجهزة الجامدة قوي زي الايفون، اللي الناس كانت فاهمة انه لا يمكن اختراقه، لم تنفي ايفون بان الاختراق حصل لأجهزتها. ازاي؟ لان زي ما في ناس بتعمل انظمة تحمي هذه الأجهزة، في ناس تانية شغلتهم هاكرز عشان يفكوا الشفرة ويخترقوا هذه الأجهزة القوية. الاختراق حصل لأكبر شركتين، آيفون، أبل وسامسونج، وجوجل كمان تم اختراقه. أما برامج الاتصال زي تيليجرام واتس أب فنفوا أن الاختراق ممكن يكون تم لبرامجهم، وأن هذه البرامج ما زالت عصية على الاختراق. طبعا الكلام ده ممكن يكون صح، لكن اختراقهم مش مستحيل. طب بيحصل ازاي الاختراق ده؟ اختراق هذه الرسائل بيتم من خلال فيروس
يتم إدخاله في جهازك ويتحكم في الجهاز ويكشفه وحضرتك أثناء كتابتك للرسالة وقبل ما تبعتها للطرف الثاني، تكون الجهة اللي بتتجسس عليك خدت نسخة قبل الإرسال والتشفير. يعني حضرتك مكشوف مكشوف يا ولدي. تركيز الـ CIA كان على اختراق نظم التشغيل لحتى بهي الطريقة يتجاوزوا التشفير. على سبيل المثال، لما أنا ببعت رسالة عن طريق الواتساب، الرسالة بتكون مشفرة، بتطلع من جهازي عبر الانترنت وبتصل للشخص الثاني مشفرة، فأنا والشخص الثاني وحدنا فينا نقرأ الرسالة. فاستراتيجية الـ CIA كانت أنه تسيطر على الجهاز لحتى يكون بإمكانهم أنه يقرأ الرسالة حتى قبل ما تطلع من جهاز الهاتف الخاص بالضحية. الخبير بيقول ان الاختراق ممكن، اختراق، تجسس، كشف معلومات، انت اللي جبته لنفسك، ما كنت كويس وماشي جنب الحيط ومالكش دعوه بالتكنولوجيا وسنينها، كان لازم كل ما يطلع جهاز جديد تجري بسرعه وتشتريه، ولو ما عندكش تمن وتعمل جمعيه عشان تشتريه، طب اشرب يا فالح. ده اللي بيحصل لتليفونك اللي في ايدك واللي رميته على الترابيزه لما دخلت البيت، أو تليفون المدام اللي بتتابع فيه الأخبار والأصدقاء والجروبات واللايكات واللي بتتصور بيه صور سيلفي مع حضرتك في غرفة النوم، تفاصيل حياتك الخاصة جدا وهي قاعدة براحتها خالص، لأن الدنيا حر برضو خالص، تشتغل الكاميرا وانت والمدام مش واخدين بالكم، تشتغل الكاميرا ومعاها الميكروفون وانتوا بتتكلموا على راحتكم، وهي بتقولك بس بقى يا واد يا مضروب، كله 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 على الهوا. طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ هنسأل ونعرف، مش هنسيب الحلقة دي الا لما نعرف هنعمل ايه. تابع معانا وانتظر الخبير. عرفنا حكاية التليفون وانه مصيبة في ايدينا، وعرفنا ان في بيتك واحد اسرائيلي من شركة سمايل سيستم بيصور كل حركاتك.